اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. طبعا خلاص العام الدراسي ابتدى في كل المدارس، حكومي وانترناشنال، وكل الناس خلاص رجعت المدارس، والامهات الحمد لله يعني سعداء برجوع الولاد للمدارس. لكن يبقى بقى ناكلهم ايه وهم رايحين المدرسه، ازاي نقوي جهاز المناعه، ازاي اصلا اعرف لو ابني عنده مشكله لا قدر الله في المناعه. يمكن ناس كتير بتسال في ده، ازاي يكون جسم ولادنا قادر على انه يستوعب بقى كل يعني داخل عليه دراسه ويركز، ولا قدر الله بقى داخلين على الشتاء فما يبقاش فيه نزلات برد. خلينا نتكلم بالتفصيل عن كل ده النهارده مع الدكتوره ايمان عبد المنعم، دكتور باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح على حضرتك استاذه مشاهدي. ازاي اعرف انه ابني او بنتي مناعته محتاجه اني اشتغل على مناعته؟ يعني اعرف هو مناعته كويسه ولا لا، مناعته ضعيفه؟ تمام. هو اولا الجهاز المناعي ده عباره عن مجموعه خلايا وانسجه واعضاء. دايما الناس اول ما بيتكلموا عن جهاز المناعه فكرهم بيروح لكرات الدم البيضاء، هي طبعا جزء من الجهاز المناعي بالاضافه للطحال بالاضافه لنخاع العظام. فكل جسمنا سبحان الله حتى الجلد ده يعتبر من الجهاز المناعي لان اول خط دفاع للجسم. فانا كل ده من الجهاز المناعي او من تكوين الجهاز المناعي. اعرف ازاي ان ابني او ان انا او اي انسان جهازه المناعي ضعيف؟ تعرضه كتير لنزلات البرد، لو عنده التهابات تلاقي من اقل حاجه عنده التهاب في الاذن، عنده التهاب في الرئه، بيكح على طول، نزلات البرد عنده متكرره، لا قدر الله لو تعور نسبه الشفاء في الجرح مش بتبقى بسهوله او بتاخد وقت لحد ما يشفى، التهابات داخليه ممكن لا قدر الله مثلا التهاب في الكلى، بنلاقي مثلا لو انا عملت تحليل دم في لخبطه شويه في بس دي اخر حاجه انا بتطرق لها. الحاجات الاولانيه دي للام ممكن تعرفها من خلال تبقى واضحه، تبقى واضحه قدامها اعراض بتظهر ان هو مثلا من اقل حاجه خرج الصبح فجاله برد، قعد جنب حد عنده برد فتعدى، الحاجات دي كلها. طبعا احنا داخلين على فصل الشتاء وتغير الفصول حاليا، في نزلات برد كتير متكرره يعني، فدوت بيدل لو الانسان اتعرض ليها كتير ده دليل ان جهازه المناعي ضعيف. بنشوف حاجات في اللانش بوكس يا دكتوره عظيمه، يعني واحده حاطه مثلا خرطه مكرونه بالبشاميل، واحده مش عارف حاطه حاجات عجيبه والله العظيم بجد. يعني ايه اللي مفروض نحطه في اللانش بوكس بتاع الولد او البنت في سن مبكره علشان يتغذى كويس وتبقى مناعته كويسه؟ تمام. انا اولا عشان المناعه تبقى كويسه انا بعمل ثلاث حاجات. اول حاجه الحاله النفسيه اللي تبقى كويسه سواء للصغير او الكبير، ان انا مارس رياضه على قد ما اقدر، اقلهم المشي مثلا ساعه في الاسبوع، ساعة أو ساعتين، يعني لو أضعف الإيمان إن أنا ممكن هبقى ساعة ممكن نص ساعة كل يوم على قد ما أقدر. تالت حاجة الغذاء الصحي المتوازن. أنا بقول للأمهات طبعًا إيه، إحنا دلوقتي بنتنافس اللانش بوكس بتاعتي لدرجة إن في أطفال بقوا يستغربوا إن مثلًا لو أنا عامل ساندوتش جبنة وعليها مثلًا خيار أو عليها طماطم بيقولوا ده صاحبي جايب سندوتشات غريبة، يعني من كتر اللي احنا بنسمعه في لانش بوكس. يعني مستغرب هو اللي هو السندوتش في الجيل اللي احنا كان معلش لو في امهات عندها وقت وبتفنن في اللانش بوكس، لكن المهم ان انا يبقى يكون صحي. هي انها مثلا طالع من المدرسه عنده تمرين بعد المدرسه فعايزه تحط له غدا كمان، فطار وسناك وغدا، هي ايه المفروض الوجبات اللي تكون الوجبات موجوده شكلها؟ انا عشان احافظ على جهاز المناعي احنا في حاجتين، فيتامينات واملاح معدنيه، دول بنسميهم من العناصر الغذائيه اغذيه الوقايه. اغذيه الوقايه يعني هتحميني من الامراض وهتحمي جهاز المناعي. الفيتامينات والاملاح المعدنيه دي احنا بتبقى محتويه على انتي اوكسيدنت اللي هي بنقول انتي كانسر، يعني مضاده كمان للسرطان. انا بقول للام ايه بقى الفيتامينات والاملاح المعدنيه متمثله في ايه؟ متمثله في الخضار والفاكهه، الحاجتين دول. انا ممكن هدي طبعا الابني لازم يكون معاه الخمس عناصر الغذائيه والبروتين اللي انا هقول لحضرتك. المفروض الخمس عناصر الغذائيه يكونوا موجودين. اول حاجه البروتين، متمثل في ايه؟ متمثل في بروتين حيواني وبروتين نباتي. في امهات ما بيحبوش يدوا مثلا ابنهم هو رايح المدرسه بيضه مسلوقه لان البيض مثلا ريحته مش كويسه او مش هتبقى. انا ممكن اعمل البيض ده سبانيش اومليت مثلا، ان انا اجيب البيضه واحط عليها بقدونس كمصدر برضو للفيتامينات والاملاح المعدنيه، ممكن احط عليها كزبره خضراء، ممكن احط عليها فلفل اخضر، ممكن احط عليها طماطم، ان انا اعملها بطريقه ان طفلي يقبلها وبنفس الوقت تكون لطيفه. انا كاخصائيه تغذيه ما انصحش قوي بالعيش الفينو، او بنصح اكتر بالعيش الاسمر اللي الدوله بتنتجه في المخابز بتاعتها. ما بيحبوهوش هنعمل ايه؟ لا ما هو لو كله هو صغير خلينا متفقين هو متعود. مش هيشوف غيره غير كل فين وفين. طب ولو شاف غيره هنصلح طيب الازمه دي؟ انا بقى ممكن في الحاله دي اعوضه ايه؟ ان طفلي اول ما يصحى الصبح ان انا اعوضه على كوبايه بليله باللبن. اللبن عظيم. لان نص القمح، القمح ده حبه كامله فيها فيتامين ب، فيها فيتامين اي، فيها الياف، نسبه الياف عاليه، فانا الصبح كده حاجه اساسيه. يعني الكورن فليكس وجبه صحيه؟ البليله
البليله اكتر وجبه صحيه لانها الحبه الكامله، والحبه الكامله دي بتحتوي على جميع عناصر الغذاء اللي انا قلت لحضرتك عليها، فيتامين اي وفيتامين بي والالياف. الالياف دي بتعتبر مضاده لسرطان القولون، فلازم ابني يتعود ان هو ياكل الالياف. عشان كده بقول لحضرتك ان العيش الاسمر فيه نسبه الياف عاليه فيعتبر صحي. طب ابني ما قبلش، خلاص يبقى انا اديته البليله، ضمنت ان القمح اللي خده حصل منه على عناصر الغذائيه اللي انا عايزه اديها له. ممكن اديله بقى الفينو، احط فيه زي ما حضرتك قلت مثلا اسبانيش اومليت. ممكن اعمل اللي هي الكربوهيدرات الصحيه او الطاقه الصحيه لابني. ازاي؟ احنا دلوقتي ما شاء الله لسه اليومين دول بنتكلم على مهرجان التمور في الوادي الجديد، مسابقه التمور في اسوان هتكون الاسبوع الجاي. الدوله مهتميه جدا بموضوع التمور، مبادره الريس 2.5 مليون نخله، يعني التمور مصر اول دوله لانتاجها في العالم. صحيح. ممكن التمور دي انا اجيبها معجون التمر، ان انا اضرب التمر في الكب عندي او اللي هي التمور النصف جافه، احط عليها مثلا معلقه كاكاو واحده، يبقى عامله زي الكريمات، واحنا دلوقتي كريمات الشوكولاته كلها ولادنا بيحبوها، احسن يعني من النوتيلا واحسن من زي بكتير صحيه طبعا. لان دي كلها حاجات صحيه. البلح ده يعتبر مصدر للحديد، فكويس جدا للانيميا، يعني هيحمي لو انا داومت ابني عمره ما هيحصل له انيميا، والطاقه اللي هياخدها طاقه صحيه. حضرتك قلت المكرونه البشاميل، انا ما عنديش اعتراض على المكرونه البشاميل، بس كربوهيدرات عاليه فيها نسبه مكرونه عاليه فيها نسبه لا زبدة. انا بدي مثال، انا سي انا بقول لحضرتك احنا بنشوف حاجات عجيبه يعني ده بيحصل. انا بدل ما اديله طب انا مش محتاجه الكربوهيدرات دي في المناعه، ولا انت محافظه على شكل يعني هديهم كربوهيدرات على صوره ايه في المدرسه؟ ما انا بقول لحضرتك هي دي الطاقه الصحيه. التمر بيحتوي على كربوهيدرات، فانا باخد السكريات اللي فيه سكريات صحيه. كارب يعني انا مش هدي ولا رز ولا مكرونه لو انا في يفضل ان انا ما اديهوش في الصبح لا رز ولا مكرونه، ولو خد مثلا فينو افضل ان انا ما اكترش عن 2 صباع فينو مثلا. لان برضو دي كلها سعرات محسوبه. انا عايزه اقول لحضرتك ان رغيف العيش اللي هو الكبير ده 300 سعر حراري، رغيف الفينو الواحد 300 سعر حراري. فانه افضل ان هو ياخد الرغيف العيش اللي فيه الياف وفيه فيتامينات، العيش البلدي بيكون تاكيد، وعشان بعد كده بقى قولونه ما يتعبش وكل القصص دي يعني. تمام. فانا بوظف الكربوهيدرات الصحيه، ان انا اديله مثلا زي ما بقول لحضرتك سبريد، ممكن اعمل كرات من التمر نفسها اللي هي كرات صحيه، بدل ما يشتري من بره من السوبر ماركت حاجات مش صحيه خالص فيها الوان صناعيه ومكسبات طعم، وده كله بيهد من الجهاز المناعي. فانا بديله حلوى صحيه عباره عن ايه، وده كان شغلنا برده في المعهد عندنا، ان انا اعمل كرات اسمها كرات الطاقه، دي عباره عن تمر على كاكاو على جوز هند على فول سوداني على اي نوع مكسرات متاح. يعني مثلا انا ممكن كربه منزل ما اقدرش اشتري مكسرات غاليه، الفول السوداني رخيص ومتاح، فانا ممكن احط فول سوداني عليه واحط جوز هند واحط سمسم. عايزه اتكلم برضو عن في اوميجا 3 اظن، صح ده الاوميجا 3 موجوده في جوز الهند وموجوده في السمسم والبذور الكتان وبذور الشيا، كل دي حاجات متوفره عند العطار اقدر اشتريها واشكل بيها الحاجات دي، ضمنت اوميجا 3، لان اوميجا 3 تعتبر من مضادات الاكسده، فبالتالي مضاده برضو للسرطان. طب لو رايح للتمرين زي ما هدير قالت، يعني انا عايز احط له نوع من انواع البروتين زي لحمه زي فراخ زي سمك، ازاي نحط ده بشكل جاف وما نضمنش ان هو يبوظ؟ ويعني عليك برضو يعني استاذه في التغذيه، قولي لنا الطريقه الافضل. طيب هو دلوقتي ممكن لو رايح التمرين وعايز ياخد نوع من انواع البروتين، طبعا بياخد في اللانش بوكس في اللانش بوكس بتاعه قبلها بساعه، ممكن انا اعمل اللي هي يعني لو هو طبعا انا بنصحش ان انا ابعد تماما، يعني المفروض ان انا ابعد عن المقليات لان تكرار استخدام الزيت والمقليات ده سعرات كتير عاليه. تاني حاجه ان الزيت نتيجه القلي اللي هو مثلا البطاطس دي بيتكون ماده اسمها الاكريلاميد، الاكريلاميد ده تاني مسبب للسرطان على مستوى العالم. فانا على قد ما اقدر ابعد عن الموضوع ده. انا ممكن اعمل ايه، اديله كرات مثلا الفراخ، يعني انا جبت البانيه بتاعي افرمه احط عليه بصل احط عليه مثلا فص ثوم احط عليه برده خضار زي البقدونس والكزبره واشكله في صوره كرات واحطه في الفرن، بقت كرات من الدجاج صحيه. ممكن البروتين، يعني الشباب اللي بيلعب مثلا رياضه او حاجه، ممكن اخد بروتين نباتي زي الصويا، ممكن اخد بروتين زي الفاصوليا الحمراء، السلطات اللي هي فيها نسبه بروتين عاليه، ممكن اخد لبن الصويا، ممكن اخد لبن جوز الهند، في البان كتير فيها حاجات كتيره فيها نسبه بروتين عاليه واقدر ابعد بيها عن بس طبعا انا عايزه اقول ان البروتين الحيواني برده دي حاجه من الحاجات الصحيه والاساسيه واللي يعتبر الجسم بيحتاجها. طيب انا ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل شرايح اللحمه ستيك واحطها برده في الفرن. طب لو انا عايزه اقلي، ممكن اقلي مره مفيش مشكله او مرتين، بس ما يزيدش القلي عن مره او مرتين في الاسبوع. كمان بنصح الاطفال يعني مش بقى في اللانش بوكس، انا بنصح بوجبه بروتين الاسماك على الاقل مره او مرتين في الاسبوع للام انها تعملها للطفل، يعني او للاسره كلها مره او مرتين، بس طبعا مش هينفع ان انا اخدها في اللانش بوكس بتاعتي. ممكن اعمل سندوتشات تونه،
طبعا يعني ممكن اعمل بيتزا مثلا بدقيق واحط عليها دقيق شوفان علشان اقلل نسبه السعرات شويه، واعمل البيتزا نفسها بالتونه. ممكن اعمل سلطه تونه واخدها معايا واحط عليها فاصوليا حمراء واحط عليها فلفل الوان. هي اللي عندنا دي بتتباع دي تونه فعلا؟ لان ده برضو سؤال ناس كتير سالته. هي تونه. لا هي السمك مش عارف مختلف وسمك ايه هي طبعا اختلاف الانواع، واللي هو التونه القطعه الواحده والتونه المفتته دي ما انصحش بيها خالص. لانها بتبقى من بقايا الاسماك وجنب الاحشاء، فما بتبقاش كويسه قوي. يعني هي النص مفتته دي اللي هي نص مفتته اللي هي بتبقى قطع او القطع الواحده، ده افضل حاجه. ده افضل حاجه. او ان انا اجي اشتري سمكه التونه نفسها من السوق وانا اعملها سمكه. لا الماكريل حاجه والتونه حاجه. سمكه التونه نفسها اجيبها واسلقها واحطها في زيت واخليها واعملها في البيت، بتبقى صحيه. اسمها ايه يا دكتور؟ نعم اسمها ايه السمكه دي؟ سمكه التونه. اسمها سمكه التونه. التونه ده نوع من انواع السمك. يعني انا بروح بسال عليها بقول له فين سمكه التونه، هو بيشاور لي عليه، بيبقى لونه اسود غامق كده سمكه التونه. وده انا انصح ان هي تعمله اكتر في البيت، وبتحطه في علب في زيت في الثلاجه بيقعد فتره طويله، وممكن احطه في الفريزر. طيب دكتور عايزين نرجع لموضوع المناعه. طب انا لو لاحظت ان ابني من العيال اللي هي بتعيا كتير طول الوقت، الشتاء ابتدت كل يوم نزله برد، يخف وياخد مضاد حيوي ونبقى لسه طالعين من نزله برد وتلاقيه عي بعد كام يوم، وسبحان الله هو فعلا بيكون في اطفال كده، هل هنا هو عنده مشكله في المناعه وانا المفروض اعمل ايه؟ في الحاله دي ابدا معاه بالتغذيه السليمه اللي هي بتعلي جهاز المناعه. اول حاجه فيتامين سي. طبعا احنا ايام كورونا كان حتى من البروتوكول بتاع العلاج بتاع كورونا فيتامين سي، لان فيتامين سي بيعتبر المضاد الاول او المضاد الاكسده الاول. موجود فين فيتامين سي؟ بنسبه اولى في الفلفل. وكلنا دايما لما بنقول فيتامين سي هات برتقان وهات ليمون. هو فيه البرتقان والليمون بس الفلفل الالوان ولا الفلفل الاخضر والفلفل الالوان؟ طبعا الفلفل الالوان اكتر قيمه من الفلفل الاخضر، بس الفلفل الاخضر فيه صبغه اسمها الكلوروفيل، وانا بقول للام دايما خلي عينك تروح للالوان وعودي ابنك انه يروح للالوان. كل ما هو اخضر داكن، كل ما هو احمر داكن، ده مناعه عاليه جدا، لان دي صبغات، والصبغات يعني مضادات اكسده، ومضادات اكسده يعني مضاده للمرض تماما، بتقضي على الشقوق الحره اللي هي بتقلل الجهاز المناعي اللي لا قدر الله ممكن توصل في يوم من الايام لكانسر. طيب فيتامين سي انا ممكن اعمل لابني عصير جوافه وهو رايح المدرسه، بس عشان اضمن ان هو ما يسودش احط عليه نقطه ليمون. دي فيتامين سي ودي فيتامين سي. والجوافه بتيجي رقم 2 في احتوائها على فيتامين سي. يبقى الفلفل والجوافه. الفلفل رقم 1، ممكن احط له شرايح فلفل، ممكن اعمل الساندوتش بتاعي جبنه وعليها شرايح فلفل. زي ما قلت سبانيش اومليت مثلا وعليه برده شرايح فلفل. يعني دايما اعوده ان الخضار ده حاجه اساسيه، وحفزه ان انت لو اكلت كذا هعمل لك كذا. ما لبلوش رغبه غير لما ياكل اللي انا عايزاه، اعمله له بصوره اشكال على شكل قلب على شكل اي حاجه، اخليه يقطع معايا بطريقه معينه يحبها، يعود زمايله في المدرسه، لان الاطفال ما بيشجعوش بعض. انت بتاكل ايه؟ لا ده انا جايب مش عارف ايه. يوريه دايما ان الاكل الهيلثي هو الاكل الصح واللي كلنا بنناشد بيه دلوقتي. برضو ممكن اتكلم على فيتامين د. فيتامين د اللي هو زمان احنا في التغذيه في دراستنا كان يقول الفيتامين اللي انا مش ببص عليه. ليه؟ لان الفيتامين ده دايما كنت باخده من الشمس. بعد شروق الشمس. بتاع العظم ده. قبل غروب الشمس. حضرتك دلوقتي تعالى نعمل تحليل اغلب شعب مصر وشهادات عالميه احصائيه، نسبه فيتامين د قليله جدا، وده احنا بنسميه نقص اعراضه اللي هي اعراض السحر الاسود. تلاقي عندي اكتئاب، عندي تشتت ذهني، واحنا دلوقتي في دراسه، ابني مشتت مش مركز، عندي التهاب في الاعصاب، التهاب في العضلات، لان فيتامين د بيساعد على امتصاص الكالسيوم. فيتامين د موجود في الاسماك الدهنيه. الاسماك الدهنيه ودايما بيمتص، يعني انا طبعا ما بنصحش ان انا اخد زي ايه يا دكتور الاسماك الدهنيه؟ الاسماك الدهنيه زي سمك الماكريل، زي سمك التونه، زي السلمون، كل دي اسماك دهنيه. فانا دايما طبعا ممكن السلمون في ناس تقول ان هو غالي، فانا متاح ان انا اكل تونه، متاح ان انا اكل سمك ماكريل، اي سمك البوري فيه نسبه دهون، فدي كلها فيها فيتامين د. ممكن التين اللي هو اللي احنا بنجيبه، التين المجفف، فيه نسبه فيتامين د. فيتامين د انا ما انصحش ان انا اخده كدواء الا تحت اشراف طبي. طب ده الفيتامين الوحيد. حذرت كتير من قصه الجبن المطبوخه. الجبن افضل؟ اصلا انا برضو مش هاكل ابني جبن قريش. عايز اقول لحضرتك ان اصلا الجبنه القريش فيها لاكتات الكالسيوم، يعني نسبه الكالسيوم فيها اعلى من اللبن. يعني انا بقول لك حضرتك اللبن علشان الكالسيوم، طبعا في كالسيوم، بس انا الكالسيوم عندي بيمتص بصوره لاكتات كالسيوم هي موجوده في الجبنه القريش. انا ممكن اعملها زي جبنه قريش، ممكن اضربها في الكبه مع شويه لبن، اعملها زي الكريمي، زي اللبنه. زي اللبنه. اللبنه برضو قيمه غذائيه، لبنه عظيمه، حلوه قوي، كويسه جدا للقولون. يعني اللبنه افضل من ال لا هي زي الجبنه القريش. بس في ناس كتيره ما يعرفوهاش، ودي انا بفضلها كنوع مثلا من انواع السلطه، ان انا ممكن اعملها جنب الاكل واكلها كنوع من انواع السلطه، ممكن اكلها زي الزبادي. الشوام بيحبوها قوي.
لاحظ حضرتك ما شاء الله عليهم يعني بشره ايه ودايما عندهم نضاره وصحتهم ما شاء الله حلوه، فانا دايما ادور على الحاجه الصحيه، ادي فيتامين د، بعد كده بتكلم على فيتامين الف وفيتامين ه. فيتامين الف طبعا موجود في كل ما هو اصفر يعني برتقاني، كل ما عيني تروح عليه زي الجزر زي الفلفل الاصفر زي المشمش زي المانجا اللي حضرتك قلت عليها فيها نسبه برضو بيتا كاروتين، وبيتا كاروتين دي هي اللي بتتحول في الجسم لفيتامين الف، مقدمه فيتامين الف. فيتامين الف حلو جدا للعين للكبد للجهاز المناعي. بتكلم على فيتامين اي، وفيتامين اي ده انا بقول ان هو بيمنع ترسب الدهون على جدران الاوعيه الدمويه، فمنشط جدا للدوره الدمويه، بيدخل على المخ على طول. موجود فين فيتامين اي؟ موجود في الحبه الكامله، عشان كده بنصح بكوبايه البليله. موجود برضو في الخضروات، ناس كتيره برضو تلاقي ولادها مثلا ما بياكلوش السبانخ. السبانخ قيمه غذائيه عاليه جدا يعني اولا فيها نسبه فيتامين سي وفيها فيتامين اي وفيها نسبه السبانخ حديد والملوخيه طبعا ونسبه حديد عاليه. طيب انا طبعا بقول ان الحديد بيفضل من مصدر حيواني عن مصدر نباتي، بس انا مش هقدر اجيب مصدر حيواني كل يوم زي الكبده مثلا وزي الطحال، فممكن اخدها من مصادر نباتيه كتير. بتنجان كل الحاجه اللي بتسبب لها اكسده، البنجر الكريز الخرشوف كل دي فيها نسبه، التفاح كل دي فيها حاجات فيها نسبه حديد عاليه. انا بقول بقى معلومه، لو انا مثلا في ناس تقول لك طب ما انا بدي ابني حاجات فيها نسبه حديد وابني برضو عنده انيميا، انا ممكن اعرف اعراض الانيميا ان مثلا ابني لما بيمشي مشوار تلاقيه مش قادر تعبان وعنده شحوب فيها لات سودة تحت عينيه جلده شاحب، دي الاعراض الاوليه للانيميا. الانيميا انا ممكن اديله حاجات بس ما فيش حاجه بتساعد على امتصاص الحديد. ايه اللي بيساعد على امتصاص الحديد؟ فيتامين سي. يعني انا لو عامله كبده اقطع عليها فلفل، اعصر عليها ليمونه، لو انا عامله مثلا عصير او مقدمه مصدر للحديد في صوره حيوانيه ممكن اقدم جنبها مثلا كوبايه عصير جوافه، كوبايه عصير فراوله، كوبايه عصير طماطم، ممكن انا اعمل طماطم عليها، كل ده مصدر لفيتامين سي بيساعدني على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل في تركيب الدم. طيب يا دكتور، عشان يمكن في ناس مثلا تقول لك انا باكل كده طول حياتي وامي كانت بتعملي مثلا الاكل الفلاني في المدرسه، فانا كمان بدي لاولادي ويبقى من وجهه نظرها هي كده بتهتم بيهم. هل في دراسات اثبتت انه في علاقه ما بين سوء التغذيه وما بين الاصابه بفيروسات ما؟ يعني عايز اقول لحضرتك هو اصلا يعني صحتنا في غذائنا وامننا في غذائنا، ده على طول التغذيه بدرجه اولى هي مسببه لكل هي اللي مسؤوله عن الجسم. يعني حضرتك لما الانسان بيتعب بيروح للدكتور بيكتب له الدواء والتعليمات التانية كل كذا وما تاكلش كذا. التغذية الصح هي اللي بتحافظ على جهاز مناعي، وده بيبقى خط الدفاع الأول عن الجسم لكل الأمراض وبما فيهم السرطان. يعني عايز أقول لحضرتك أنا اشتغلت فترة تدريب في 57، الأغذية اللي كانت بتتقدم لهم الأغذية اللي بتعلي جهاز المناعة اللي أنا بقول لحضرتك عليها زي الخرشوف والبروكلي والسبانخ والحاجات اللي هي قوية جدا في الصبغة بتاعتها اللي هي زي ما بقول لحضرتك أخضر داكن أحمر داكن، فلما بعلي جهاز المناعة بتاعي ممكن أقضي على مرض السرطان اللي هو أقوى مرض ممكن لحضرتك تتخيله. يعني إجمالا كده النصائح السهلة البسيطة لربة المنزل إنها تعمل لانش بوكس صحي وآمن وبسيط لطفلها. النصايح بقى اولا حافظي على الخضار، اي نوع خضار الصبح، ممكن تحطي عودين جرجير وتقولي لابنك ان ده كذا. يفطروا في البيت صحيح يا دكتور قبل ما ينزلوا؟ والله يا ريت، يعني لو هم قادرين، بس طبعا ممكن انا اعملها حاجه سناكس بسيطه زي مثلا كوبايه بليله، زي مثلا كوبايه لبن أبيض. مثلا على وضيف فيها معلقه عسل، كوبايه زبادي عليها بذور شيا او بذور كتان او بذور سمسم وياكلها قبل ما ينزل، حاجه تدي له طاقه لحد ما يوصل المدرسه. في المدرسه بقدم زي ما قلت لحضرتك مثلا الساندوتش بتاعي فيه اي نوع من انواع البروتين، سواء بروتين نباتي او بروتين حيواني. طب ابني مصر ان هو ياخد حاجه، ممكن اعمل سندوتشات كبده، ممكن اعمل سندوتشات تونه، ممكن اعمل سبانيش اومليت كمصدر للبروتين برضو الحيواني، ممكن اديله كوبايه زبادي مقفوله محافظ عليها ان هو يفتحها وياكلها، ممكن اعمل الحلويات الصحيه كمصدر للكربوهيدرات زي كرات الطاقه زي البراد. حضرتك سالتيني برضو لو انا رايح الجيم او لو بلعب رياضه او التمارين بتاعتي، انا بقول لحضرتك اعملي البراد اللي احنا ممكن نلاقيها دلوقتي ثمنها وصل ل 45 جنيه و85 جنيه في السوبر ماركت وانا مش هقدر اشتريها. قصدك على البروتين بار الشوفان مثلا او بروتين بار او الهيلسي بار اللي هو ممكن عباره عن بذور سمسم على بذور كتان على تمر، ده مثلا فيها اساسي واديها له. طيب ممكن اعمل له انا عصير بس اضمن طبعا ان العصير يكون صحي، ممكن اعمل له فراوله باللبن، ممكن اعمل له جوافه بالليمون، اقدم له اي نوع من انواع العصير. اهم حاجه ان انا احافظ على الخضار بتاعي وان الخمس عناصر الغذائيه بتوعي يكونوا موجودين في اللانش بوكس. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمان عبد المنعم، دكتور وباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات. نورتينا يا فندم. شكرا يا فندم.